سبق الرئيس في مناسبات سواء في الندوة التثقيفية أو في احتفالات أكتوبر، ذكرى احتفالات أكتوبر، أنه يكرم المشير طنطاوي ويثني عليه ويقدم للأجيال الحالية صورة عطرة لقادة تفانوا في خدمة بلدهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. نتابع كيف كرم الرئيس السيسي المشير حسين طنطاوي. سيد فريع عبد الرب اتكلم عن الفرقة 16 وعن الكتيبة 16. فمعانا قائد الكتيبة 16. سيد المشير حسين طنطاوي. الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. أنا أوجه له التحية ليه لوحده، السيد المشير حسين طنطاوي.